السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلاب وطالبات شركة آفاق التعليمية الصف الأول المتوسط في مادة الرياضيات. درسنا اليوم العلاقات بين الزوايا. الزاوية لها ضلعان يشتركان في نقطة وتقاس بوحدة تسمى الدرجة، وإذا قسمت الدائرة إلى 360 جزءا متساويا فإن كل جزء سيكون له زاوية قياسها درجة واحدة. الرأس هو النقطة التي يلتقي فيها الضلعان. يمكن تسمية الزاوية بعدة طرائق ويرمز لها بالرمز هذا الرمز هو رمز الزاوية. مثال: سمي الزاوية في الشكل المجاور، ممكن نقول عليها زاوية ألف باء جيم، أو زاوية جيم باء ألف، أو زاوية باء، أو زاوية واحد. فيمكن تسمية الزاوية باسم رأسها، والرأس هنا باء. سمي الزاوية المجاورة بأربع طرق: زاوية راء سين تاء، أو زاوية تاء سين راء، أو زاوية سين، أو زاوية اثنين. تصنف الزوايا حسب قياستها، والزاويتان المتساويتان في القياس تكونان متطابقتين: زاوية قائمة قياسها 90، زاوية حادة أكبر من صفر وأقل من 90، زاوية منفرجة بين 90 والمية وثمانين، زاوية مستقيمة 180. صنف كل زاويتين، كل من الزاويتين الآتيتين: هذه زاوية حادة لأنها أقل من 90، وهذه منفرجة فقياسها بين 90 والمية وثمانين. الزوايا المتقابلة بالرأس هما الزاويتان غير متجاورتين الناتجتان عن تقاطع مستقيمين، مثل زاوية 1 و3 أو 2 و4. أما الزاويتان المتجاورتان إذا كان لهما رأس مشترك وضلع مشترك وكانتا غير متداخلتين، زي 1 و2 أو 2 و3 أو 3 و4 أو 4 و1، زي 5 و6، زاويتان متجاورتان. بالرجوع إلى الشكل المجاور، أوجد كل من زوجا من الزوايا المتقابلة بالرأس 3 و5، زوجا من الزوايا المتجاورة 1 و2 أو 2 و3 أو 3 و4 أو 4 و5. سعدنا بحضوركم وعلى أمل اللقاء بكم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.